لدرجه في كمان هم في انجلترا عملوا كتاب ده صدر في انجلترا عن حسين حجازي نفسه. يمكن يعني الكتاب ده له قصه فعلا يا كابتن هاني. خليني اقول لك انه الكتاب صدر 2018، انت متخيل بعد تقريبا 108 سنه، يعني بعد كل الفتره دي من الفتره دي كتاب صدر سنه 2018 من سنتين. ده طبعا ده الغلاف، ده الكتاب. الكتاب اسمه حسين حجازي ايجيبشن كينج اوف دولوتش هاملت، الملك المصري لنادي دولوتش هاملت. الكتاب بتاع حسين حجازي بس، اللي كاتب انجليزي اسمه جاك ماكلنروي، هو مؤرخ عن نادي دولوتش هاملت. كان ليا انترفيو عملته مع جاك ماكلنروي، اتكلمت معاه ازاي جات لك فكره انك تعمل كتاب عن حسين حجازي لعيب مصري في دولوتش هاملت سنه 11، فات اكتر من 100 سنه. كان وجهه نظره ايه؟ هو قال لي انه بدا يكتب عن تاريخ دولوتش هاملت لاول مره سنه 98، ولفت نظره في الوثائق بتاعه نادي دولوتش هاملت والجرايد المحليه في الوقت ده، بعد كل ماتش في سنه 11 دي يلاقي ان اسم افضل لاعب حسين حجازي. هو عاوز يعرف مين حسين حجازي، لانه الاسم مش انجليزي، مش انجليزي، وبعدين بيتكرر كتير في الفتره دي. فبدا يبحث، فاكتشف ان هو كان تقريبا امهر لاعب في الوقت ده موجود في لندن وفي المنطقه دي. ومعانا دلوقتي كمان على حفل توزيع، حفل توقيع الكتاب يعني ده جاك ماكلنروي، وفي حفل توقيع الكتاب يعني هم مهتمين قوي بتوثيق الجزء الخاص بحسين حجازي في تاريخ الكره الانجليزيه. في مفاجات هقولها لحضرتك في النقطه دي، انه حتى جاك ماكلنروي بيتكلم في فكره انه بدا يراسل الاتحاد الكوره هنا، الكلام ده من كذا سنه، بدا يردوا عليه بشويه تفاصيل عن حسين حجازي، وعاوز يعرف حسين حجازي عمل ايه بعد ما رجع مصر كمان. وفي الوقت ده هو بيقول لي انا اكتشفت ان حسين حجازي لا ده اسس اتحاد الكوره في مصر، لعب اولمبياد بعد كل ده، بعد ساب انجلترا. ليه حسين حجازي اصلا ساب انجلترا؟ انه قامت الحرب العالميه 1913، بدايه الحرب العالميه ابتدى المغتربين يرجع. كل واحد بيدور على بلده. مصر أمن كان في الوقت ده بكتير جدا من انجلترا. رجع على مصر، رجع على نادي السكه الحديد، ثم الاهلي، ثم فتره انتقالات بين الاهلي والزمالك، لكن اسس منتخب مصر، كان اول كابتن لمنتخب مصر كمان في اولمبياد انتوارب 20، وبعد كده في بلجيكا بالظبط، وبعد كده باريس 24. ويمكن ينفرد برقم قياسي ما تحطمش الا لما حضرتك صعدت بمنتخب مصر اولمبياد لندن 2012، لكن تخيل رقم قياسي لحسين حجازي صمد 88 سنه. الرقم ده ان هو كان اكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ منافسات كره القدم في الاولمبياد. كانت في اولمبياد باريس، كان ماتش مع المجر، سجل هدف حسين حجازي في المباراه دي، كان عمره وقتها 32 سنه و255 يوم، لما جه رايان جيجز مع منتخب بريطانيا في اولمبياد لندن 2012 بالظبط، اللي شارك فيها منتخب مصر. سجل هو راين جيجز هدف، وكان عمره 38 سنه و243 يوم. كسر الرقم، وكان زمان كمان خلي بالك الاولمبيات ما كانتش مقتصره على السن 23 سنه بالزبط. كان يعني كمان الفريق الاول كان بيروح، والرقم عاش كتير جدا، 88 سنة. الرقم ما اتكسرش لغايه 2012. جاك ماكلنروي كمان قال لي مفاجاه، انه بما انه حسين حجازي كان في نادي فولام، وعلى فكره نادي فولام لحد النهارده على الاوفيشال ويب سايت بتاع نادي فولام تدخل تلاقي انه في جزء حاطينه عن حسين حجازي بصورته، انه لاعب لنادي فولام سجل هدف كان موجود.